نتشرف بمقابلة حضرتك وباستضافة حضرتك في سيرة ومسيرة في الوطن. كنا حابين في البداية نعرف النشأة، ذكريات الطفولة، ذكريات الدراسة، نتكلم عن هذا الشأن. بداية طبعا أنا أشكر جريدة الوطن على هاي الاستضافة. أنا نشأت في منطقة المنامة، منطقة اسمها السقية. عشت طفولتي، بداية طفولتي المبكرة مع جدتي، لأن كنت أنا جدا متعلقة فيها، وكنت يعني متعلقة فيها يمكن أكثر من أي شيء آخر. كان في برنامج يومي صباحي كل يوم عودتني عليه في أثناء الطفولة، أن احنا نصحى بدري نروح مشيا إلى منطقة المنامة، وطبعا نقطع الشارع مال وزارة اللي يسمونه شارع القلعة، وزارة الداخلية، لأنها هي تحرص دائما على التواصل العائلي والأسري، فكانت تزور عائلتها طبعا الكبيرة المتفرعة في منطقة المنامة. يعني كانت عندها تحرص أن تزور عائلة طرادة، تحرص أن هي تزور عائلة القميش، وهي من العوائل المنامة. ومن ثم بعد يعني ما تخلص يخلص برنامج الزيارات هاي اليومية، نروح إلى سوق المنامة. طبعا لا زالت ذكريات هاي السوق القديم وبجماليات بناس بأهل الطيبين، لا زال أنا يعني راسخ محفور في ذاكرتي. انتقلت للعيش في بيت مع والدتي في مدينة عيسى، كان يعني تعرف إجراءات تسجيل المدارس هناك، كانت في مدرسة مدينة عيسى الابتدائية للبنات، بعدين انتقلت إلى مدرسة الخنساء الابتدائية للبنات في مدينة عيسى، ومن ثم أول مرحلة أول صف إعدادي أيضا في مدرسة مدينة عيسى الإعدادية للبنات. من ثم طبعا انتقلنا إلى منطقة الرفاع الشرقي، فكملت المرحلة الإعدادية في مدرسة الرفاع الشرقي للبنات، ومن ثم طبعا أنهيت المرحلة الثانوية في مدرسة الرفاع الغربي للبنات. تقدمت إلى طلب بعثة وحصلت منحة لدراسة القانون في العراق. طبعا في البداية ما كانت هاي رغبتي القانون، أنا كنت عندي توجه أني أدرس علم اجتماع أو علم نفس، لأن أنا كان يعني أهوي يعني هذا المجال، وكنت أقرأ. أنا يعني أحب القراءة، هي من أحدى هواياتي يعني اللي تأتي في المركز الأول هي القراءة، الأمور المتعلقة في علم الاجتماع وفي علم النفس، وحتى لما كانت مواد يعني تدرس في المدرسة كنت الحمد لله أحصل على درجات ممتازة، لذلك كنت أصريت أن أنا أدرس هاي التخصص. رحت أسجل للبعثة وكانت والدتي برفقتي، وما كان موجود هذه التخصصات من ضمن البعثات المطروحة. أنا قلت لها ما راح أسجل أي تخصص، أنا أبغى أروح أدرس هاي التخصصات وما بسجل لبعثة. فهي أصرت، لما عديت عليها التخصصات قالت لي درسي قانون. يعني أنا لما التحقت في بغداد سنة 1988، وكنت هذه من ضمن الأشياء اللي أنا كنت أخشى أني أدرس القانون، لأن في 1988 كانت لازالت الحرب العراقية الإيرانية ما وقفت، فحتى سألت أمي يعني أنت ما خايفة علي أن أنا أروح العراق؟ قالت لي يا ماما من الحين تسجلي، ومن الحين لبكرة تتغير أمور. ففعلا في نفس السنة بعد ما حصلت قبول وقفت الحرب العراقية الإيرانية. مو الموضوع ما كان سهل، الحياة ما كانت سهلة، بلد لسه يعني توها قايمة من حرب، فالأوضاع كانت صعبة. احنا كان في طلبة كثيرين بحرينيين يدرسون هناك، بس الحياة ما كانت بالسهولة يعني، ولكن الحمد لله يعني أنا من النوع اللي شخصيا اللي أحب التحدي، واستطعت بأني أنا أواصل الدراسة في بغداد سنتين. فكانت مرحلة أثرت فيني، أثرت في شخصيتي، وأعتقد أن أعطتني القوة. لم أتخرج من جامعة بغداد، بعد سنتين صارت حرب الخليج، فطبعا رجعت البحرين. كنت راجع في إجازة الصيفية، بعدها بأسبوع سمعت بأن قامت الحرب، وحقيقة يعني كانت صدمة بالنسبة لي.
يعني طبعا ما كنا احنا نتوقع ان هذا شيء يصير. وبعدها اضطريت ان يعني قدمت قبول في جامعة البحرين، لان وزارة التربية قالوا لي اختاري اي تخصص ترغبين فيه. فانا يعني حاولت ودرست كل، يعني اطلعت على كل التخصصات، بس لم ارى نفسي. أنا خلاص عشقت دراسة القانون. طلبت مني أمي كانت جدا مؤثرة في حياتي، يعني خصوصا في رسم طريق حياتي هذا اللي أنا أحين فيه. قالت لي روحي القاهرة. قلت لها أنا ما عندي قبول في القاهرة، شلون أروح؟ هي سألتني وين التخصصات الموجودة. أنا على طول يعني طبعا أفضل أن أكون أدرس في دولة عربية وتكون مستقرة، يعني ما بروح بطلع. يعني تجربة العراق ما راح إن شاء الله كانت يعني تكفر. رحت جامعة القاهرة، أنا عدت السنة الثانية. أيوة. بسبب أن يعني وزارة التربية هنا في البحرين حقيقة يعني قاموا بدور جدا كبير. ما كان عندي أي أوراق أو مستندات تثبت موضوع الدراسة والسنة، وأيضا المواد اللي أنا درستها تميت فترة طويلة وأنا أروح أداوم في الجامعة لحد ما حصلت القبول. حصلت القبول في فترة قريبة للامتحانات. وكانت يعني فترة جدا تشكل ضغط علي، وأضيفت لي مواد لأنه يفترض أن أخذها في سنوات، يعني ترتيب المواد في جامعة بغداد غير عن جامعة القاهرة. طبعا أنا لما رجعت البحرين لم أفكر أن ألتحق بأي وظيفة، على طول فكرت بمهنة المحاماة، لأن وأنا أدرس القانون خلاص يعني أصبحت فكرة أن أنا أكون محامية. هذه كانت هدفي، يعني هدفي المستقبلي. أحب القانون الجنائي، فكانت يعني القانون أو القضايا الجنائية طبيعتها مختلفة، يعني تتعب النفس أكثر من القضايا الثانية، لأن قد يكون حرية إنسان متوقفة على المرافع. أنت عندك يعني مسؤول عن حرية هاي الإنسان، أنك أنت توصل إلى مثلا البراءة أو تخفيف الحكم. وحققت يعني نتائج جدا ممتازة خصوصا في هذه القضايا الجنائية. طبعا أنا لما تلقيت خبر يعني بثنولي الثقة الملكية بتعييني عضو في مجلس الشورى، حقيقة يعني هذا في البداية كان وسام، أنا أعتبره وسام، وأشكر جلالة الملك بأنه هو يعني منحني هذه الثقة. وطبعا وإحنا عارفين أن جلالة الملك هو الداعم الأول للمرأة البحرينية بثقته بقدرة المرأة ودورها في التنمية. فهذا يعني أعطاني مثل ما تقول مسؤولية جدا كبيرة. أتمنى أن أكون قمت بالدور المطلوب، يعني مهما كان أنا في تصوري خدمة الوطن أو الوطن هو مثل الأم. الأم مهما أنك أنت أعطيتها ولا قدمت لها، بتم أنك أنت ما تطلع من جزاها. وهذه نظرتي أنا للوطن. يعني هذه الفترة أو المرحلة من حياتي في مجلس الشورى يعني أضفت لي الكثير. أصبحت عندي الحمد لله خبرات متراكمة، سواء على المستوى المحلي أو المستوى الخارجي من خلال مشاركتي والتمثيلي للدبلوماسية البرلمانية للبحرين في خارج البحرين. هذه كلها إضافة جدا كبيرة. وأيضا بعد يمكن مهنتي كمحامية وتعاملي بشكل يومي مع القانون قد يكون له بعد دور بأنه سهل دوري مهمتي التشريعية. هو طبعا يعني احنا عارفين ان الحمد لله مجلس الشورى هو صمام الأمان. عندما يعني يعرض علينا اي تشريع، سواء عند دراسته في اللجان او عند مناقشته في المجلس، يعني اولا نحرص بان يكون هذا التشريع متوافق مع الدستور. هذه من ناحية. من ناحية اخرى، من الطبيعي بأن إن هذا التشريع لازم إن في مصلحة، يعني لا شك إن مصلحة المواطن، لأن إحنا عضو مجلس الشورى مثل عضو مجلس النواب، إحنا نمثل الشعب، ومصلحة الشعب يعني في المقام الأول. بنفس الوقت أيضا مصلحة الوطن. فهذه الموازنة اللي دائما نحرص عليها إحنا
يمكن احنا نختلف عن زملائنا اعضاء مجلس النواب، احنا يعني الضغط الشعبي يمكن اخف من اللي تعرضوا له زملائنا في الغرفه الثانيه. لذلك احنا لما ياتي ننظر التشريع بدون ضغوطات، يعني بحيث ان احنا نحقق مصلحه المواطن وايضا مصلحه الوطن. أنا عندي الحمد لله رب العالمين 4 أولاد، ما شاء الله، بنتين وولدين، وجميعهم في مرحلة المدرسة. يمكن وضعي مختلف، أطفالي فقدوا أبوهم الله يرحمه، فالمسؤولية تربيتهم أنا أعتبرها يعني أمانة جدا كبيرة، ولكن يعني أنا أعتقد أني استطعت بإني أحقق هذه الموازنة بين إن عملي وانشغالاتي وبين تربية أولادي ورعايتهم. فالحمد لله يعني هما أولاد متفوقين. يعني دائما أنا أحرص بإني أقول لهم بأن أنتوا شركاء في نجاحي، فهذه الكلمة تأثر فيهم كثير، فبحيث هم يقدرون دور أمهم. وحتى لما أكون أنا يعني في مهمة رسمية خارج البحرين، الحمد لله يعني ما يخلوني أشعر بالقلق بأن أنا ما أكون موجودة معهم. كل واحد يقوم بدور جبار. أنا عندي بنتي سارة الكبيرة، سارة الحين في آخر سنة لها بالمدرسة، وإن شاء الله يعني هي يعني راح تدرس قانون أيضا. عندي علي في المرحلة الحين، علي في جريد 10 في المدرسة، وأيضا عندي راشد في جريد 9، وعندي آخر العنقود فاطمة اللي هي في جريد 6. هو طبعا يمكن في خبرين أثروا في مسيرة حياتي، وعرض زملائي لي بأن أكون أرأس جمعية المحامين البحرينية، أن أكون أول نقيبة محامين في الوطن العربي. هذا طبعا يعني من الأشياء اللي أسعدتني، لأن شعرت تقديرهم وثقتهم فيني. وبالإضافة أن هذا الموضوع، أن أكون في هذا المنصب، هذا يعني أنا في يعني نظرت له بأن هذا إنجاز للبحرين، وأهديت هذا الإنجاز إلى البحرين. لأن حقيقة يعني حتى الدول العربية وفي الاجتماعات اتحاد المحامين العرب كانوا مستغربين ويتفاجئون بأن هذا الإنجاز طلع من مملكة البحرين. فأنا لازلت أتذكر أن في لبنان وغيرها يقولون إحنا حاولنا، وأنت عارف يعني حجم الانفتاح عندهم ودور النساء، ولكن يعني أن في هذه اللحظة شعرت أن البحرينية، المرأة البحرينية تستطيع الوصول إلى مناصب لم تسبقها أخريات سواء في الوطن العربي أو الدول الأخرى. الخبر الثاني طبعا تشريفي من قبل جلالة الملك بني لي الثقة الملكية بأن أنا أكون عضو مجلس الشورى. وأيضا طبعا يعني في الكثير من المناصب اللي تشرفت ونلت الثقة الملكية فيها، أن أنا أكون كنت عضو في المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، كنت عضو في معهد التنمية السياسية، وأيضا كنت من أعضاء أو لجنة تنفيذ توصيات لجنة المستقلة اللي هي لجنة مسيوني. إحنا في اللجنة التنفيذية لمتابعة تنفيذ هذه التوصيات. طبعا هو أصعب خبر أنا في حياتي كلها يمكن خبرين بعد، خبر وفاة أخوي، ومن بعدها بسنة وفاة زوجي الله يرحمه. هما الاثنين توفوا بنفس المرض، بسرطان. طبعا محمد الله يرحمه يعني من الأشخاص المؤثرة في حياتي، أنا تربيت على إيده الله يرحمه. زوجي محمد وحمود يعني مهما ذكرت من مناقبة أو ذكرياتي معه ما راح أوفي حق هاي الإنسان. محمد كان إنسان وطني درجة أولى، يعني أنا أعتقد هو يعطي دروس في الوطنية والإخلاص في العمل. وقته وعشقه كان عمله في الدرجة الأولى، لآخر لأتذكر لآخر أيامه
كنا في المستشفى، وكان يعني مع العلاج الكيماوي ومع التعب، وكان يحضر الاجتماعات أونلاين. حتى كنت أقول لمحمد يعني أنت في هذا الوضع أنت معذور، فكان يقول لي هذا واجبي، ولا آخر لحظة في حياتي بأدي دوري واجبي. فهو يعني هذا إذا كان إنسان يمر بهذا الوضع الصحي المؤلم وآلام وعذاب العلاج من زين، ويصر بأنه يقوم بدوره وواجبه تجاه وطنه، يعني كان مثل وقدوة كبيرة أمام أعياله. الحين الأولاد كل ما يتذكرون يعني مدى الإحساس بالمسؤولية اللي كان يتميز فيها أبوهم، هذا انتقل حق أبنائي. فالحين يعني قاعدين يبذلون كل جهد في دراستهم. الشيء الآخر، محمد كان يتميز وعنده قلب جدا كبير وعطوف، يعني كان يتعامل مع الناس برقي بإنسانية في أشياء كثيرة أنا ما كنت أدري فيها قبل وفاته. بعد ما توفى عرفت أنه وقاف الأيتام، أنه يعني في أعمال كثيرة، كان خير. فكان ما يتوانى ولا يعني بأنه يخدم أي شخص. الشيء الآخر أنه كان إنسان جدا هادئ وفي نفس الوقت صبور. يعني اختبرت صبره في أثناء مرضه 6 سنوات، يعني يمكن ما حد شاف المعاناة والعذاب اللي مر فيها محمد كثري، ولكن ولا يوم سمعته اشتكى. دائما كان يقول الحمد لله، هذا ابتلاء من رب العالمين. وكان دائما عايش على أمل بأن الله سبحانه وتعالى يعني راح بيوقف معاه، وما كان يهد الصلاة حتى وهو في أشد مرضه، ما كان يهد القرآن. يعني أنا تعلمت الصبر الحين بعد وفاته في تحمل هاي المسؤولية من محمد، فأعطاني دروس في حياتي. هو كانت المدرسة طبعا، يعني أنا من يوم كنت صغيرة أهوي القراءة. طبعا هاي القانون هاي شيء طبيعي، هاي مجال تخصصي، ولكن أحب قراءة علم النفس. التخصص اللي كان اللي كنت أتمنى كنت في السابق إن هاي، بس لا زال في الذاكرة. كنت يعني أحب أقرأ في الطب ما شاء الله. رغم إنه يعني تتصور إن أنا كنت في يوم من الأيام يمكن كنت أدرس طب، ولكن لأن كنت في الإعدادي جبت تقريبا معدل 97%، وأصروا أهلي بأن أنا أدرس علمي، ولكن أنا كان مجالي كله أدبي. يعني لا، ما حققت أمنيتهم في در أني أنا أدرس طب. إيه نعم، فرحت هاي المجال. فسبحان الله، يعني الواحد ما كان يدري يعني شنو مصيره. ولكن القراءة ومن ثم الرسم وايضا الزراعه ما شاء الله، يعني هذه 3 الهوايات اللي زلت يعني احبها وامارسها على طول.